ميني ستوديو. أرنلا ورح كون دايما معكم بميني ستوديو. هاي إلي. إيه؟ إلي شو بك؟ بطني كتير عم يوجعني. ليه؟ أكيد مشيت حافة بالبيت أو ما كنت لابس منيح. إنه مشيت حافة شوي بس مش كتير. تبرو هلأ بعمل لك شاي وبتصير أحسن. كله للشاي ما بحبه. شو ما بحبه ما بحب؟ لأ أنت دقته شي لازم تشرب شاي أو زهورات أو شي هيك. حيلا شي سخن إلا الشاي. طيب في نعنع، زهورات، ينسون، بس انه الشاي عنده اكثر شيء منافع. طيب ليك هلا شد لي حالك شوي لانه بدنا نلعب مع يلي اجوا لعنا على الاستديو بفكرت ليتس بلاي. فريقين جاهزين ليلعبوا معنا بالاستديو. نتعرف على الفريق الاحمر والفريق الاصفر سوا. يارا نصار، يارا عمرها 10 سنين، بتحب كثير تلبس فساتين وما بتحب تلبس جينز. مارفن بوخليل، مارفن عمره 6 سنين، أكتر شي بحب يأكل تشيبس وما بحب أبداً بس أمه تلفله عروس لابنة على المدرسة. أنطوان أبي راشد عمره 11 سنة، أنطوان بحب كتير يأكل الشوكولا وما بحب أبداً يأكل طبخ. راين درويش، راين عمره 6 سنين، بحب كتير يلعب باسكتبول وما بيحب يروح عند الكوافر ويقص شعره. لكن كريستال هدف اللعبة إنه نوصل الفواكه والخضرة الموجودين بالسلة هونيك للصحن الموجود هون. جاهزين؟ 3 2 1 توبيولو. يلا ركض، يلا مارفن ركض على السريع. يلا يلا اسرع اسرع اسرع. يلا مارفن سيب سيب بالنص بالنص. برافو. يلا اوكي يلا بدنا نسبقه. اسرع اسرع اسرع. غيرة يلا غيرة. إيه أوكي برافو. يلا أسرع هون فادي. إيه على الفادي. يلا مارفن برافو برافو. أوكي مارفن برافو. يلا جيب غيرون. أسرع أسرع. عم يخلص الوقت. يلا يلا وخلص الوقت. كريستال بالصحن عندي فيه 1 2 3 4 5 6. انا بالصحن عندي فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يعني بعتقد عرفنا مين ربح. اكيد انتو ربحتوا. وانتو كمان اذا بتحبوا تجوا تشاركونا باللعبه ما الكن الا تبعتولنا اسمكن ورقمكن على بيتش ميني ستوديو على فيسبوك وما تنسوا تعملولنا لايك كمان. بدنا نقول مبروك للفريق الاحمر ومنشوف شو ربح معنا. وهيدي هديتكن مجموعه غراض سوفينير لميني ستوديو تقدمت ميني ستوديو. مبروك. مرسي كتير أورنيلا على الشاي. بتعرفي غيرت رأيي وصرت حبه. شفت قديت حسنت. أصلاً ما لازم نقول عن شي ما منحبه قبل ما ندوقه. مزبوط. رح صير دايماً أشرب شاي. بس انتبه، مزبوط إنه الشاي عنده منافع كتير بس هو بيعتبر من المنبهات، يعني إذا كترت منه كتير بتصير تبطل تنام بالليل. عن جد؟ طيب بتعرفي شي وين بيزرعوه؟ أنا بعرف إنه بيزرعوه بالمناطق الأسيوية مثل تشاينا وجابان. طيب شو رأيك هلأ أورنيلا؟ ما زال أنا صرت منيح؟ نروح ونشوف مين رح يربح معنا اليوم بفقرة Let's Win. قولي معي 3 2 1 Let's Win. ربح معنا روجيه روبير فهد. منشوف سوا شو هديته. وهيدي هديتكن مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو تقدمت ميني ستوديو. مبروك. كل يوم عم نربح حدا. إذا أنتو بدكن تربحوا بعتولنا صورتكن على الام تي في نقاش بالبريد. جبنة بيكون بتغذي المواهب. اليوم بميني ستوديو عنا درومز لأنه مع بيكون عم نشجع جميع المواهب، والمواهب متعددة، في رقص، غنى، تمثيل، كتابة، وأهم شيء موهبة الرسم. ف
فإذا كنتوا عندكم موهبة رسم وبتحبوا كتير انكم ترسموا، لازم تشتركوا بمسابقة بيكون يلي رح تنتهي بأربع كانون الأول. فإذا نفتحوا صفحة فيسبوك www.facebook.com/picon-lb أو توجهوا على ستاند بيكون بحيالة سوبر ماركت، هيك بترسموا بالطبشور على لوح خاصة بأيام الويك أند وبتربحوا هدية فورية. أما بميني ستوديو كمان هدايا عديدة نطرتكم تقدمة بيكون إذا رجعتوا حضرتوا هذا البريكولاج اللي أنا عم بعلمكم عنه. اليوم أنا حضرت رزنامة، بس بدي أخبركم خبرية أول ما قبل ما بلش عن أيام الجمعة. كل الأيام تاخد أسميها من أسامي الكواكب: لندي من لون، ماردي من مارس، ميركودي ميركور، جودي جوبيتر، فندردي فينوس، سامدي ساتورن. وإذا بتنتبهوا بكل اسم بيخلص بدي، عنا كلمة دي يلي هي كلمة لاتينية، إذا منترجمها للعربي بتعطينا يوم أو نهار، وإذا منترجمها للفرنساوي بتعطينا جور. أما بالإنجليزي أيام الجمعة هي Monday, Tuesday, Wednesday. إذا انتبهتوا مزبوط كلمة دي استبدلناها بداي، وكمان كلمة داي إذا منترجمها على العربي بتعطينا نهار، وإذا منترجمها على الفرنساوي بتعطينا جور. هلأ بما أنه صار عندكم كل المعلومات صار فيي بلش بالبريكولاج. أنا بحاجة لعلبة بيكون مثل العادة، أنا حضرتها ديجا قبل، حضرت دائرتين زرق، فينا نقل اللون اللي بدنا إياه حسب أنتو، إذا بتحبوا مثلاً تحطوه بأوضتكم بتنقوا اليوم يلي بتحبوه. لزقتهم ديجا من الميلتين، وحضرت كمان كرتونة على شكل مستطيل، من قص كذا كرتونة صغيرة نكتب عليهم أيام الجمعة، وهلأ بدنا نلزقهم. ننتبه أنه نلزقهم وراء بعضهم مثل ما لازم: لندي، ماردي، ميركودي. معلش إذا ظهر شوي الغير لبرا لأنه بس ينشف بيصير ترانسبارون فما بيأثر. جودي، فندردي، سامدي و ديمانش. هلا لزقناهم، اكيد انتو بالبيت عندكم وقت اكتر تنطروا لحتى ينشفوا مزبوط. انا هون لزقت ستيكرز ميني ستوديو، انتو فيكن تلزقوا يلي بدكن ياه، المهم يطلع معكن هيدا الرزنامة المهضوم والحلو كتير. اذا حبيتوا فيكن ترجعوا تعملوا لحالكن بالبيت وبتبعتولنا على الام تي في على مبنى ستوديو فيزيون رقمكن واسمكن، هيك نحن بنرجع بنتصل فيكن وبندعيكن لتجوا وتصوروا معنا حلقة ميني ستوديو، وهيك بتربحوا هدايا كتيرة ونشوف سوا شو هي. يولو كولكشن هي هديتكن من بيكون. جبنة بيكون بتغذي المواهب. تتذكروا بابوف وماموف؟ بابوف وماموف دايما كانوا يحضروا لي شاي طيب واشرب بعد الظهر، انا كثير بحب الشاي، الشاي مفيد واكيد انتم فيكم تشربوا كمان شاي وزهورات كل يوم بعد الظهر بالشتويه، هالشيء بدفي. وانتم عم تشربوا الشاي فيكم تحضروا ميني ستوديو وتتذكروا وتشوفوا معنا كيف من زمان كنا نصور ميني ستوديو وكيف انتم كنتوا تجوا لعنا. Let's remember. Se lève pour voir ce qu'il m'a apporté. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Mini studio. Mini studio. See what happens when you're a Barbie fashion, fashion, fashionista. Walk that runway, fashionista. When you're at the pool, fashionista. Setting all the trends, fashionista. Shopping with your friends, fashionista.
Fashionista stalls, fashions and fashion packs each sold separately. Hi guys. شفتوا شو حلو مطبخ باربي؟ هي دايما بتشتغل فيه وبتعمل اكل كتير طيب، بس اكيد تربط شعراتها وقتها بتشتغل بالمطبخ وتغسل ايديها كتير منيح وبتحط مريول. والحلو بباربي هيدا السنة انه مش بس تعرف تعمل اكل طيب، تلبس تيب على الموضة، هي كتير انتو فاشن. مثلا بدكم خبركم شو الموضة هالسنة؟ شورت. شورت كتير على الموضة، فينا نلبسه مع ليجينج، مع كولون، مع بوتس، بيطلعوا كتير حلوين. وشو كمان في؟ فستان كتف واحد، ها؟ مثل باربي فاشونيستا، قلتلكم باربي بتعرف تلبس على الموضة. مثلا قربت الشتوية وباربي صارت تلبس بوتس. والحلو بباربي فاشونيستا انه هي كولكتبل، يعني فينا نجمع لك كل التيبة ونزين اوضتنا فيها. ومنلاقي كل الاكسسوارز اللي انتو فاشن بباربي فاشونيستا. شفتوا شو حلو؟ والاحلى من هيك انه صار فينا نغير لها لون شعراتها لباربي، يعني فينا نلاقي حيلا لون للبلون شعراتها لباربي، بني، اسود، فينا حتى نلون لها شعراتها بتتذكروا بباربي هير سالون، لون لها شعراتها بالروز، كتير حلو. مثلا انا كتير بحب صميم ازياء، ولانه كتير بحب الفاشن واخذت فكره من فستان باربي فاشونيستا اللي كتف واحد، عملت هيدا الفستان بباربي ديزاين كتف واحد كمان، لانه هلا كتير كتير كل العالم تلبس تياب على الموضه، واكيد كلنا صرنا نعرف انه ما في لون واحد على الموضه، كل الالوان صاروا على الموضه، فوشيا، بلو، فير، صار فينا نلبس كل الالوان اللي بدنا اياهم، بس اكيد يكونوا لايقين مع بعض. مثلا بدي اخبركم عن مصمم ازياء كتير مشهور، مثلا جورجو ارماني، كان كتير فقير هو وصغير، وهلا كل العالم بتعرفه، كل العالم بتحب تلبس من تصاميمه. مش بس في جورجو ارماني من برا، في عنا مصممين ازياء من لبنان، مثل مثلا زهير مراد او ايلي صعب. ايلي صعب بلش مهنته بعمر 18 سنة، معقول؟ وانتو كمان اذا بتحبوا تفرجونا تصاميمكم الخاصة، بعتولنا اسمكم ورقم التليفون عنوان من استوديو، هيك نحنا منتصل فيكم بتجوا لعنا على استوديو بتفرجونا تصاميمكم. مثلا فيكم تجيبوا مش بس باربي وحده، فيكم تجيبوا 2-3 قد ما عندكم باربيات، وكمان بتفرجونا كل التصاميم، ما ضروري درس واحد. وفيكم كمان تفرجونا عده هير ستايل، او مثلا تخبرونا عن الفيفوريت ديزاينر تبعكم. وبدي اذكركم انه باربي كتير بتحب الحيوانات الاليفه، مثلا الكلب، البسينه، وانتو كمان اذا عندكم مثلا حيوان اليف بالبيت كمان فيكم تجيبوه على استوديو وتفرجونا كيف تهتموا فيه بالبيت، كيف بتحمموه، كيف بتطعموه، وهيك كمان تربحوا معنا هديه تقديمه باربي. هديتكم هي باربي فاشينيستا. See what happens when you're a Barbie fashion, fashion, fashionista. Walk that runway, fashionista. When you're at the pool, fashionista. Setting all the trends, fashionista. Shopping with your friends, fashionista. A slumber party. You're always a star wherever you are, fashionista. Wow. Barbie fashionista stalls, fashions and fashion packs each sold separately. فيليب وصلك المسج تبعي؟ لا ما افتكر. كنت متأكد بعتلك اياها بيجون فواياجور. لا بعتلي مساج ببيجون فواياجور. بعد في منهم البيجون فواياجور هلا؟ ما بعرف. بعدين بدك تمرنه للبيجون؟ اوكي. هيك عم تحكي عن كوميونيكاسيون وتواصل، بتعرف كيف بلش التواصل؟ من 200 ألف سنة، من أول ما الإنسان أصدر أول صوت بلشت الكوميونيكيشن. وبعد ما أصدروا صوت صاروا يعرفوا يعملوا سيمبول، صاروا يحطون بالمغارات مزبوط ويحكوا هيك مع بعض. مزبوط يرسموا مثل تورو وفاش. واحذر شو بعدين؟ شو؟ أيها أول أبجدية بالعالم؟ نحن. مين نحن؟ نحن الفينيكية. إيه الفينيكية؟ يعني أجداد أجداد أجدادنا. حلو. إيه وبعدين اكتشفوا البابيروس بمصر، صاروا يكتبوا على البابيروس بالحبر. مزبوط. وهون صاروا مثلا من بعد البابيروس وهيك لقوا انه مثلا في بيجون فواياجور وحصان فيهم مثلا يمرنون كرمال يبعثوا الرساله من محل لمحل. ليش؟ لانه قبل كانوا يبعثون على حجر، كانوا يدقوا على الحجر.
اوكي سو ما كان فيهم يغلطوا. ايه عم تتخيل قد ايه كانت صعبه. وهلا شو عنا؟ هلا عنا فيسبوك وكل شيء وعنا تويتر وعنا مساجات وعنا تليفون وعنا بريد وعنا قصص هينه عن جد. تتخيل انه هلا بتتكي زيتها بتكتب مساج وبتبعته بيوصل بثانيه؟ عكس زمان كانوا ياخذوا شهر وشهرين وثلاثه تيوصل المساج تبعهم او الرساله من بلد لبلد، ومرات كان يصير في حروب من ورا مساج ما وصل. اف ايه مثلا هلا اللي عم بيحضرونا هلا بتكي زيتها فيهم يفوتوا على فيسبوك يبعثوا لنا مساج مهضوم كثير او مثلا صوره او صيت كمان مهضوم بتكي زيتها بيوصل، ونحن بكره بنشوفه. مش هيك فرانسوا؟ هلا بنشوفه، هلا بنشوفه. ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر ساندويتش تورته باتي بانانا فريزا ماندرين كيف ما بدك. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عم عد كم شخص صرت عازمة؟ لوين؟ إلي شو مكتوب على الكارت؟ هابي بيرثداي. إيه لوين بكون عزمتهم يعني؟ على بيرثداي. إيه تبع مين؟ معقول عزمهم عيد حدا غيري؟ ما بعرف يمكن. إيه؟ ما بتعرف إنه عيدها قريباً كريستيان؟ بلا أي متى عيدها؟ بعرف. بكرة. ما بتعرف لكن كيف ما بعرف؟ خلص رح شيل اسمك صاروا 25 بدل 26. طب ما زال ماني رايح، خبريني شو عامله بالعيد. اوكي رح خبرك. اوكي في بينياتا، في العاب، في موسيقى، أكيد في رقص. اكيد في اكل. في شي 50 طاوله اكل. 50 طاوله في عليهم كل شيء. في دجاج، لحمه، سلاد، فواكه، واهم شيء في شي 20 طاوله كلهم شوكولا وديسير كثير طيبين. لمين هول كلهم؟ لأننا كلنا تناكل انا و 26 شخص. أنا و 25 شخص. أنت لحالك بدك من 20 طاولة. أوكي شو رح تعمل؟ أنا مبسوط منك اليوم. ليه مبسوط مني اليوم؟ لأنك عاملة 50 طاولة كل وحدة نوع. مزبوط. في فواكه، في دجاج، في لحمة، في من كل شيء. مزبوط. براو. تعرف كمان شو فيه؟ أكيد شوكولا. أكيد في شوكولا. والخبز والبات هول كلهم فيه. آه نشويات يعني. شو هاي نشويات؟ دسر جديد؟ لا نشويات يعني خبز وبات اللي قلتيهم. آه أوكي ما كنت عارف إن اسمه النشويات. نحن بحاجة لميني برجر. و كيوي. أوكي. وموز نكريمه ونكريمه. رح نقص خبزه البرجر بالنص. هيدا في اعملها دسير ضيفها بعيده اكيد، وكل اصحابنا اللي بيحبوا يعملوها لعيد ميلادهم فيهم يجربوها كمان. ندهنها نكريمه. بدك ندهن ثاني ميله او بس ميله وحده؟ اكيد بدنا ندهن ثاني ميله. اكيد شو السؤال بساله لرشال انا. هلا بدك تحط بقلبها كيوي وموز. في سعدك اكيد بنكون قصيناهم شقف صغيره. مزبوط. رح نحط فينا على الميلتين. نحط على الميلتين بس بطل فينا نطبقهم. فينا بلا بتصير اكبر واحلى. اوكي اوكي فينا نحط كل انواع الفواكه اللي بنحبهم اكيد. اوكي هلا رح نسكرها بس بدون يوقعوا. يا رشال ساعديني. اوكي واو اوكي ها هي البرجر تبعنا. برجر بالشوكولا بالفواكه. انتو كمان فيكم تعملوا زيت البرجر وتضيفوا لاصحابكم على عيد ميلادكم، وكمان فيكم تتصوروا معه وتبعتوا لنا الصوره على الام تي في على برنامج من الاستوديو. وما تنسوا ترجعوا تكتبوا اسمكم ورقم التليفون على قفا الصوره حتى نرجع ندق لكم تجوا لعنا على الاستوديو مع الدسير اللي حضرتوه وتربحوا معنا هديه. ما رح نشوف شو بيربحوا معنا من نيكريما. اكيد هلا حنشوف. هديتكم من نيكريما هي عده مطبخ كامله واكيد نيكريما باكيت. ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر ساندويتش تورته باتي بانانا فريزا ماندرين تكلها كيف ما بدك. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب.